يفتح التكوين المهني إمكانيات عديدة للتشغيل في مختلف القطاعات، حيث أن المؤسسات تبحث عن شباب يهتم بالتأهيل. هذا ما يدعمه برنامج ميثاق من أجل التشغيل في تونس في إطار الشراكة الألمانية التونسية لتنمية التشغيل. الهدف الأول هو إيجاد يد عاملة متمكنة، والهدف الثاني هو الاستجابة لحاجيات التشغيل في المستقبل بالكفاءات المطلوبة. إن التكوين الحديث والناجع والمستجيب لمتطلبات الاقتصاد يتطلب تعاوناً وثيقاً مع القطاع الخاص، مكونين مؤهلين جيداً ومراكز تكوين مجهزة بأحسن كيفية. من سنة 2012 إلى 2014 تعاونت مؤسسات ألمانية وتونسية على تحسين التكوين المهني التونسي، وفي هذا المجال وقع إنجاز 4 برامج خصوصية. البرنامج الأول يؤمنه مركز التكوين للقطاع الخاص بولاية بافاريا بالتعاون مع مركزي الإلكترونيك والبلاستيك بسوسة ومركز الإكساء بمنوبة. سوف نقوم بتكوين المتدربين بمؤسستنا وسوف نؤطرهم طوال مدة التكوين. ومن نجاحات هذا البرنامج انطلاق 4 فصول نموذجية في صيانة الميكاترونيك. البرنامج الثاني يشتغل فيه المركز الألماني للبيئة سارلور لوكس مع مركزي التكوين بقبلي والحامة في ميدان الطاقة الشمسية. في هذا الإطار تم تكوين مجموعة من الحرفيين في مركزي قبلي والحامة في مجال الطاقة المتجددة والربط بالطاقة الشمسية. طور البرنامج تكويناً مستمراً للحرفيين، تكثف عليه الطلب ومكن من خلق مواطن شغل جديدة. البرنامج الثالث تعاونت فيه الغرفة التجارية بهامبورغ مع مراكز التكوين المهني في قطاع السياحة بكل من طبرقة والحمامات الجنوبية وحي الزهور ومركز صيانة السيارات بأريانا. التعاون مع مراكز التكوين تحسن مقارنة بالسنوات الماضية، لأننا أصبحنا نحدد عدد المتربصين حسب احتياجات المؤسسة، حيث أصبح كل شيء واضح سواء بالنسبة لنا أو للمركز أو للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. لقد حرصت على الالتحاق بمركز التكوين لميكانيك السيارات لتطوير معارفي والارتقاء بها نحو الأفضل. إن مؤسستنا تعمل على جعل سنة 2014 سنة التكوين بما يسمح لنا إيجاد موارد الانتداب. قدمت إلى هذا المركز ليتكون في اختصاص المرتبات لأنني أحب هذا الاختصاص الذي توجد به آفاق في المستقبل، وهناك من تكون في المرتبات وكان حليفه النجاح. البرنامج الرابع تكفل معهد جوت بإنجاز نشاطات في التكوين المستمر والوساطة بمساندة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. من الصعب إيجاد مترشحين يجيدون اللغة الألمانية. نحن هنا ما يهمنا هو إيجاد مترشحين يتقنون اللغة الألمانية جيدا، سواء على مستوى النطق والتواصل أو على مستوى التحرير والكتابة. وما هو أصعب هو الجمع بين إتقان اللغة وتقنية العمل. إثر الثورة أصبحت الروابط متينة بين ألمانيا وتونس، وبالتالي أصبحت اللغة الألمانية ضرورة وامتياز بالنسبة للمهندسين والعملاء، وذلك لتمكنهم من الاندماج في سوق الشغل. ساند الميثاق من أجل التشغيل 9 مراكز للتكوين المهني تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث جهزها بآلات حديثة وأهل أكثر من 50 مكون وحسن وطور 5 مراحل تكوين بالاشتراك مع أكثر من 100 مؤسسة متعددة الاختصاصات.
l'expérience allemande va aider beaucoup les Tunisiens à التجربة الألمانية ستساعد التونسي كثيرا لتطوير مهاراته وستسهل اندماجه في المؤسسات. accepter au niveau des entreprises. Moi je suis confiant. لدي الثقة ان المراكز التسع هي نموذجية، لذلك ستساعد جيدا خريجيها لإيجاد مواطن شغل. يجب أن نعطي للجهات مجال أوسع واستقلالية أوسع في حوكمة التكوين المهني بما يتماشى مع خصوصيات الاقتصاد الجهوي، وكذلك تدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. عند بداية المشروع تمتع أكثر من 200 شاب بهذه التحسينات التي ستتيح لهم فرصاً أفضل لدخول سوق الشغل. عدينا عامين بالسنتر باهيين، تعلمنا برش حاجات باهية هنا تكوننا بالباهي. نحب إن شاء الله الآخر نعمل بون إكسبيريونس في السنتر ومع الانتربريز، وإن شاء الله كان سهل ربي معناها نجح حلت لي واحد.